عموما بروح لفاصل، لكن قبل الفاصل معلومة وصلت لي نما إلى علمي شوية برا عن ملاعبنا، لكن معلومة مهمة. تعرفون عبد الله عطيف؟ طبعا غني عن التعريف هذا اللاعب السعودي الخلوق. حسب المعلومة اللي وصلت لي أنه عنده 3 عروض حاليا من العربي القطري طبعا والغرافة والريان، 3 من الدوحة. وحسب اللي وصل لي أو المعلومة اللي وصلت لي أن عبد الله عطيف يعني يرغب بشدة في خوض تجربة احترافية في الدوحة وخارج المملكة العربية السعودية. نتمنى التوفيق لعبد الله، وأي لاعب سعودي بالتأكيد يحترف بالخارج يعني خلينا نقول ممثل مشرف للكرة السعودية ما في شك. وأعتقد اختيار موفق، إذا على الأقل يعني لما يحقق بطولة يحس إنه بطعم البطولة يعني. والله شوف عزيز اقول هذا اللي تبيه انت، لو كنت لو افترضنا لو كان رايح غير الدوري القطري او الدوري الاماراتي اقول له حرام خليك بالدوري السعودي، ولكن الدوري القطري والدوري الاماراتي ترى هو تقريبا نفس الدوري السعودي بالحماس وبالقوه والحضور الجماهيري والنقل التلفزيوني والمدربين الموجودين ومستوى المحترفين الموجودين بهذه الدوريات. انا اعتقد كلهم واحد. نعم انت حسين مش شجع بالسعوديه؟ السعوديه هلال. لا شكرا ابو علي، لا لا شكرا ابو علي، لا ابو علي لا تخرب، تكلم بالحق صدق. انا حبيت استمتع والله محمد، شوف انا كنت يعني استمتع مع الحكام شوف شويه كنت يعني متضايق بس استانس زياده زين العلاقه استمتع باداء الحكام ما استمتع.